وسلام لكل بيت من بيوت اليمن العزيز. حلقتنا النهاردة من مطبخ السعيدة حلقة يمنية بامتياز مع الشيف اليمنية الجميلة وفاء عبد الكريم. ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. النهاردة بقى الأكل يمني جدا صح؟ النهاردة معانا أكل صنعاني. صنعاني. صنعاني أصيل إن شاء الله. الأكل الصنعاني بيتميز بإيه بقى كده؟ يعني دايما نسمع المميز شويه اكتر من الاكل اليمني كله حلو بس الصنعاني تحديدا. الصنعاني بالذات لذيذ صح؟ ألذ شويه، مشهور شويه بانه ألذ واحلى. ايوه. طيب قولي لنا هتعملي ان شاء الله اليوم معنا شوربه الحليب الصنعانيه. معروفه ومشهوره جدا، في ناس بتاكلها مع البصل المقلي، في ناس بتاكلها بالعسل. إيه؟ يعني شويه شويه علميني. البصل الايه؟ بصل يعني مشوح بسمنه او بزيت. المقلي؟ مقلي. 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 شفتي فرق الحاجات بيعمل ايه؟ اوكي. وايه كمان؟ وناس بتاكلها بسكر وناس بعسل وقرفه. وان شاء الله معنا اليوم الجنم. الجنم ده ايه بقى؟ الجنم ده لحم غنمي مفروم مع الخضار، بيتقدم مع السلطه والسحاوق وكده، بياكلوه الناس مع عيش. وان شاء الله الحلا بيكون معانا تشيز كيك. حلو جدا. ان شاء الله. حلو قوي كده. عملنا مقبلات وهنعمل اكل حلو وهنعمل كل حاجه النهارده، مش كده؟ ان شاء الله. يلا هنشوف دلوقتي هنعمل كل الحاجات الحلوه دي ازاي مع الشيف الجميله وفاء. استنونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا ومتابعينا. احنا دلوقتي خلاص في قلب الاحداث، وقت الشغل اللي بجد، مع الشيف اللي معطلانا ومؤخرانا وفاء عبد الكريم. انا مش عارفه بتعمل ايه كل ده. تعملي ايه كل ده يا وفاء؟ كنت بغير علشان السيفتي والامان ونحافظ على الاكل من التلوثات. اهلا بكم مشاهدينا، اليوم ان شاء الله معانا الشوربه الصنعاني، شوربه الحليب الصنعاني بعده نكهات. المقادير: كوبين جاشوش، ملعقه ملح، ثلاث ملاعق شوفان، كوب حليب، وكوب ماء. حلو. هذا البدايه، وبعدين في معانا النكهات اللي حنحطها بالاخير: بصل وقرفه وعسل وسمن بلدي. حلو قوي. ده سكر؟ وسكر. وسكر ماشي. اول حاجه عملناها ايه؟ نزلنا الجاشوش وننزل عليه الحليب. ماشي. هي شوربه سريعه. ده اللي هو البرغل ها؟ أو برغل، أو يعني برغل. كل واحد زي ما بيحب، كل واحد بلهجته بقى. كل واحد بلهجته. حلوة الإزازة دي يا وفاء. على فكرة في فرق بين البرغل والجشوش. الجشوش حبة البر الكاملة يعني مكسرة، أما البرغل هو حبة القمح بس بنسلقها وبعدين نجففها. ما عندناش احنا اسمه ايه ده؟ جشوش. عندنا برغل بس. صدروا لنا بقى جشوش لو سمحتوا. حطينا الحليب. تمام. ونحط شوية مية بس تكون سخنة. ده؟ طيب. صنعاني بس ها؟ صنعاني تحديدا. أهل صنعاء أكثر الناس بياكلوا الحاجات دي. أوكي. مطبخ الصنعاني مميز مش كده؟ مميز بكل الأكلات. تمام. حط الشوفان. شوفان. اخر حاجه هنحط الملح. الملح. تمام. نسيبها تغلو بس غاليه كده، ونجيب الاطباع بتاعت الشوربه. اوكي. بس كده هي بسيطه جدا وسريعه. حلوه قوي، ما بتاخدش وقت. تمام. الباقي ده كله للتزويقه. في ناس قلت لك بياكلوها بعده بعده اشكال. تمام. اوكي. طبق ايه ده؟ عشان انا اللون الازرق لوني المفضل. بتحبي الازرق قوي. هاي وفاء، دلوقتي احنا سايبينها تغلي صح؟ ايوه. على النار. شوفي ما شاء الله قوامها كريمي. حلو جدا. جميله جدا. اخذت حوالي خمس دقائق على النار. تمام. خلاص ده الحين نغرفها. كده جاهزه؟ جاهزه خلاص. ماشي. هي سريعه وحلوه. حلوه قوي. شبه اكله عندنا اسمها ايه؟ بليلة باللبن. البليلة بعرفها. حلوة. شبه البليلة. بتاكلوها على ايه؟ البليلة بناكلها كده باللبن والسكر، وفي ناس تتفزلك تحط مكسرات، بس انا بحبها زي ما هي. هي مفيدة. حبيت قمح تعتبر برضه نفس الموضوع. ايوه هي نفس الفكرة. تمام.
خلاص نغرف القناديل ونظبط الحكاية كده. شفتي انا بساعد. وده طبقي زي ما اتفقنا ولا رجعتي في كلامك؟ لا لا تمام ماشي. انت حابه تاكليها بايه؟ انا القرفه دي قرفه. انا احب القرفه. في ناس بياكلوها على سكر. بس افتكر ضروري السكر ولا مش ضروري؟ في ناس بتحبها بسكر، في ناس بتحطه ملح بس، وفي ناس على بصل مقلي. ده كده بقت طلع جميله جدا مالحه. وفي ناس على عسل. العسل الرائع حلو جدا. طب واهل صنعاء بيحبوها ازاي؟ بالسمنه طبعا. بالسمنه. اهل صنعاء يحبوها بالسمنه. بالسمنه. اوكي. حسيتها برضو شتويه شويه مش كده؟ ايوه شتويه وجميله وطعمها انت حدوين. حلو جدا. طب في ناس ايوه بالقرفه والسكر. انت عاوزه سكر؟ انا عايزه سكر طبعا. عايزه قرفه وسكر كده بالنسبه لي تمام قوي. شربه حلوه وسريعه جدا ان شاء الله تعجبكم. تسلم ايدك. الله يخليك. هدوق بعد الفاصل وهقول لكم رايي ايه. يلا خلصنا دلوقتي الشوربه الصنعانيه الحلوه السريعه دي، استنونا عشان نكمل باقي اكلاتنا النهارده. اهلا بيكم مشاهدينا ومتابعينا، رجعنا لكم بعد ما عملنا الشوربه الصنعانيه صح؟ اوكي اللي انا شبهتها بالبهيله، انا مفيش دعوه بالكلام ده، شوربه صنعاني باللبن. طيب دلوقتي بقى جه وقت الطبق الرئيسي اللي هو ايه بقى؟ معانا الجنم. الجنم او لحمه مفرومه. قلتي لي الجنم او ايه؟ استني مستعجله ليه؟ الجنم او الكباب. ايه؟ الكباب. احنا نسميه كباب. ماشي خلاص اوكي، الجنم او الكباب. ايوه المكونات لحمه مفرومه قد ايه؟ يعني ربع ونص. ماشي. وفي معانا بصل. تمام. واحدة بصل. وفي معانا الكرات، وفي معانا بصل أخضر والثوم والفلفل الأسود والملح والكمون. حلو قوي. وال الزيت ده بس عشان التكوير. ماشي تمام حاضر تمام. والسلطة معانا بقدونس وطماط وبصل وليمون وخل. تمام. وهذا السحاوج. بحبها قوي السحاوج. بحب السحاوج دي فظيعة. نبدأ بسم الله. معنا لحمة مفرومة، نزل عليها البصل والكرات. هي سهلة وسريعة. البصل الأخضر، ثوم، شوية ثوم. الحين نعجن الكباب الصنعاني. نعجن طبعا. هذا أكلة مشهورة وتنفع تبقى فطار وغد او غدا. فطار او غدا عادي. بتفطروا كباب؟ بنفطر لحمه. بتفطروا لحمه؟ ده ايه العز ده؟ بيفطروا بنفطر كمان لحمه صغار. في معنا لحمه صغار والكبده والحاجات. ايه هو ايه ده؟ لا لحمه صغار، لحمه عجل صغير. احنا بندبح عندنا العجل الصغير. بتقتلوا العجل الصغير وتموتوه. بتبقى لحمته جميله. اوكي نعجنها. نعجن اوكي. طبعا ما ان اللحمه المفرومه لسه سخنه، المفروض انها تقعد في الثلاجه، فانا مجهزت لكم واحده عشان نشتغل بيها على طول. تمام. يعني لازم اللحمه تكون في الثلاجه ساقعه شويه؟ ضروري تكون شويه بارده. ليه؟ علشان لما تيجي تكوريها وتقليها بالزيت حتفتفت منك. ماشي تمام. وايش تقول معلومه لستات البيوت يركزين معايا؟ ضروري الدهن فيها علشان تبقى طريه، كل ما نقص الدهن منها حتبقى ناشفه وقت الاستواء. شوف نكورها كده كور. ايوه كوري. وعلى طول نقليها. احب اكور انا. دي بعد ما كورتي كورينها جاهزين. اوكي نبدا نقليها. بسم الله. ايوه تمام. خايف انا من الزيت قوي. خايف من الزيت جدا. بخاف منه جدا. في كل ما انت محافظه على المسافه اللي بينك انت والزيت خلاص. يعني اقرب ولا ابعد؟ ابعدي. ابعد. انا بعيده. انت عارفه اهالينا بيقربوا كده وبيتعاملوا مع الزيت، خاصه الامهات. الامهات فظيعين قوي، قربوا كده وحرفانه فظيعه. ما شاء الله عليها. نقص درجة الحرارة عليه عشان يستوي. ماشي. لازم الزيت يكون كتير مش كده؟ الزيت ضروري يبقى كتير.
سلام. ريحته طلعت، ريحته جميله جدا. خدي بالك منه. حاضر حاضر يا زين، ما اخترتي عشان يكون له اختيار رهيب. خدي بالك منه. ده الحين معنا السلطه، السلطه هذه ضروري تنزل مع مع الكباب الصنعاني. انا بخاف من الزيت زي ما قلت لك، بس حلو كده. لا لسه شوي سيبي. استعجل. السلطه سهله جدا. اوكي سلطه ايه بقى؟ شويه بقدونس. بقدونس ماشي. وطماط. تمام. وبصل. ماشي. كتري في البصل. انا ما بحبش البصل، اللي يحب شوية البصل. ليمون. وخل. بس سلطتنا جاهزه ولا اسرع من هذا السلطه ابدا. رفعنا شعار السرعه. ايوه برافو عليك، عشان انا كنت ان شاء الله لما يبقى لونها احمر نعرف ان قد جاهزه. هكذا لسه فيها اللون الوردي هكذا. لا لسه ما استوتش. ماشي سيبها شويه تتحمر براحتها. اوكي نبدا احنا نعمل السحاوق. السحاوق دي انا بحبها قوي. دي خلصت كده؟ لا خلصت خلاص. يا سلام السرعه دي. ننزل الطماط والفلفل. اوكي علميها لي دي عشان دي بحبها قوي. والنعناع. نعناع. والبسباس. بسباس اهم حاجه البسباس. نضربها بالمكسر. تمام. ركزي عليها. ركزة جدا. صحيح. رهيبة رهيبة. دخلت خلاص كده؟ ايوه دخلت. كده خلاص كملنا. يا سلام يا جميل، خطيره بحبها قوي. شويه كمون. خلصت كده؟ خلاص خلصت بجد. دي حلوه قوي، سريعه جدا. بتعتبروها ايه؟ بتعتبروها سلطة ولا بتعتبروها ايه السحاوق؟ السحاوق من الاشياء الباردة اكيد تبقى، والخضار سحاوق يعني سلطة. نعتبرها سلطة؟ حلوة جدا. خلينا نشوف. خلصت كمان السحاوق. من الحاجات المميزة الفظيعة. بقيتها شوية بس. لسه شوية؟ شوية بس. علي النار شوية؟ انا عليتها خلاص. طيب ماشي. جهز الطبق. يا سلام. كله جاهز. فين البقدونس؟ انا بعدته بعيد عنك. اول ما تطلع من الزيت نحطها على بقدونس. تاخد نكهه حلوه. بقدونس. جهز الطبق. تمام. طبعا ناكلها بعيش او مع او مع بطاط. دي كنتي محضراها؟ محضراها من قبل. ماشي. هي اخبارها ايه بقى دلوقتي؟ زي الفل. شوفي ما شاء الله كده اتحمرت. خلاص اتحمرت او اتحمر. انا مصممه ان هي كفته. تمام. يا سلام. كباب صنعاني قلتي لي صح؟ صنعاني. صنعاني. ضروري تقولي صنعاني عشان تبقى نفس اللهجه حقي. صنعاني. مستحيل لسه بدري علي. ما بتزبطش. تمام. صفيناها. صفيناها. الحين نرصها. حلو. على الخضره. احنا بنقول خضره على فكره. بقدونس. بنقول خضره وخلاص بنريح دماغنا. شبت بقى بقدونس مش عارف ايه. اي خضره بس خضرة بتشمي ريحتها ما احلاها. حلو. حلوه قوي. ان شاء الله حلوه. تمام. الحين نغرف السلطه. لو سمحتي بعد اذنك اغرفي لي السلطه. دي هنا؟ ايوه. ماشي. ايه السلطه؟ نقدمها مع الخبز. حلو كده؟ كده الطبق جاهز؟ طبقنا جاهز وبالعافيه عليكم.
تسلم ايدك. حلو جدا. كباب صنعاني عملنا صح؟ ايوه. ما اخدش وقت كتير، خد حوالي 5 دقايق على سريع بالسريع جوه النار مش كده؟ ايوه. عملنا النهارده كله صنعاني لحد دلوقتي. صنعاني صنعاني صنعاني، حلقه صنعانيه بامتياز. عملنا، قولي لنا بقى بسرعه بسرعه، عملنا ايه؟ السلطه والسحاوج والبطاط من قبل، والجنم اسمها الجنم. الجنم، فانا مصممه انت على الجنم. جنم. مصممه تصعبيها علينا. ماشي اوكي، خلصنا طبقنا الرئيسي دلوقتي، يلا هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد شويه. رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل حلقتنا النهارده، ودلوقتي جه وقت الحلو. ماشي. أيوه. اليوم معانا ان شاء الله تشيز كيك يمنيه. اوكي يلا بينا، قولي لنا مقادير. المكونات 4 بسكوت مطحون وعليهم 150 زبدة ساخنة. تمام تمام. وفي معانا الخلطة الثانية بتبقى معانا جبنة كريمة تشيز 600 جرام. اسمها تشيز بسبب ان الضروري فيها جبنة. تمام ماشي تمام. وفي معانا ملعقة نشا مع الماء الدافي، وفي معانا ظرف فانيلا ونص كوب حليب بودر، كريمة شانتيه، وفي معانا كوب حليب بارد، ضروري يكون بارد علشان تطلع معانا الكريمة. ماشي. وللتزيين نص كوب فراولة، طبعا الفراولة هذا معجونة مع ربع كوب سكر، وضربناهم في بعض وخلاص. ماشي. ودول دول للتزيين، توت و ماشي اوكي للتزويقة كده. احنا عندنا 3 طبقات صح؟ طبقة بسكوت وطبقة حشوة وطبقة في معانا هنا بسكوت ننزل عليه الزبدة. ماشي تمام اوكي. نبدأ نحرك. بسم الله. شوفي اول طبقة، هذا هي المشكلة دائما تبقى فيها عند ستات البيوت. اذا كانت ناشفة معاش الطبقة فانت زيتي الزبدة، واذا كانت اول ما عاوزة تقطعيها تتفتفت فنقص الزبدة فيها يعني. اوكي بس سرف الزبدة يعني. ايوة بس هنا المقادير مضبوطة جدا. الزبدة مع اوكي ليها تيست او حاجه نعرف منها بتبقى مضبوطة. بتبقى زي الرمله. شوفي حبيبتها، شوفي زي الرمله. اذا كده ملمسه خلاص نشتغل على طول. تمام ماشي. طبقه البسكوت، طبقه البسكوت. وفي اهم حاجه البسكوت ماري هذا نبدا نفرشه في الطبق. تمام. شوفي نحاول نضغط عليه ضغط بسيط بس. ويا حبذا يكون الطبق من اللي يتفتح من تحت عشان تطلع معك التشيز كيك. حلوة قوي. نضغطه ضغط كده ونوزعه طبعا، ونحط على الجدار كمان وندخله الفرن. بيدخل الفرن مش على البارد يعني؟ لا ليها طريقة على البارد مش كده؟ لا لا، دي اللي على البارد اللي انت اللي بتقصديها. لا تشيز كيك بيبقى داخلها بيض. بس دي ما فيش داخلها بيض، بس الاساس بالنوعين ضروري يخش الفرن. تمام. ضروري البسكوت يخش الفرن ضروري علشان ياخذ لون ويتماسك مع بعض. تمام. طبعا احنا معانا واحدة جاهزة حوريكم دلوقتي كيف. خذي بالك. حضرة طبقة بسكوت. طبق البسكوت معانا جاهز، نبدأ بالخلطة الثانية. دي بعد ما اتحطت في الفرن ولا؟ اتحطت بالفرن تقريبا 13-12 دقيقة. تمام. بس على نار هادئة عشان تاخذ لون. ماشي اوكي. نبدأ بسم الله بالخلطة الثانية. أول حاجة حننزل الحليب البارد، يكون بارد. بارد اوكي. حطينا دلوقتي ايه بقى؟ حطينا الكريمة والحليب، الحين نضربهم. اوكي. وقت ما يتضرب احنا نبدأ نعمل النشا. نشا ملعقة. تمام. ملعقتين ثلاثة. اوكي تمام. عليهم ملعقة نشا واحدة فقط. اوكي 3 معالق مية مع معلقة نشا. اذا ما توفرش معاك النشا نقدر نستخدم الجيلاتين. طبعا الجيلاتين انا افضل احسن من النشا، ما فيش له طعم. اوكي بس أيه. بيكلكع معايا الجيلاتين. لا انت اول حاجه ذوبيه بميه سخنه وبعدين حطي. مش حيتكلكع. ماشي خلاص. نحط عليهم الفانيلا. نضربهم ببعض.
سرعنا سرعنا علشان تنفش معانا الكريمة. اوكي بياخد وقت طويل؟ بياخد وقت بياخد وقت؟ ايوه. اوكي دلوقتي الكريمة بقى قوامها حلو جدا. تمام نبدأ ننزل عليها النشا. النشا اللي دوبناه بالمية. اللي دوبناه بالمية. تمام مع الفانيلا. ننزل عليها الحليب البودر. اوكي ننزل عليها الجبنة. تمام وهنضرب. اوكي كده خلاص جاهزين. تمام كده اتضربت وبقت جاهزه. جاهزه دلوقتي بس حشوه جاهزه. تمام ننزلها. تمام الضربه خليها تتنفخ كده وتورم. جميلة جدا. وتورم من كتر الضرب. لونها كمان ناصع البياض. وبعد ما تدخليها الثلاجه ضروري تقعد ليله كامله. ليله كامله في الثلاجه؟ ليله كامله. هي دي الفكره. ليله كامله. حلو. اللي عنده عزومه مثلا بكره بعد كده قبلها بيوم يحضر. بيعمل الحلقه قبلها. اوكي. كمان احنا محضرين واحده. ماشي. اوكي. حطيتيها وزي ظبطتيها. انت قلتي لي ما حطيناش سكر مش كده؟ حطينا السكر لان الجبنه اللي استخدمتها مسكره. اوكي ماشي. والتزيين كمان كل حاجه حلوه. خلاص. ما نكترش في الحلو. عشان السكر ما يبقاش زياده. ماشي. دلوقتي انت كنتي محضره لنا؟ ايوه كنا محضرين واحده. تمام. دي نحطها في الثلاجة؟ هي في الثلاجة هنحطها. ايه رأيك؟ ونطلع الجاهزة؟ أنا الجاهزة طبعا. هذه تشيز كيك بعد ما طلعناها من الثلاجة. دي بعد ما قعدت في الثلاجة ليلة كاملة. ليلة كاملة. اوكي. وهذا الفراولة. دي الوش. في ناس بياكلوها باللوتس. وفي ايوه. حشواتها كتيرة. حشواتها كتيرة ولا بالشوكولاتة؟ انت بتحبيها بإيه أكتر حاجة؟ أنا أحبها بالفراولة أهم حاجة. أنا عشان كده عاملة فراولة. شفتي؟ عشان آكل. بشويش عليها. دي التوت. التوت. التوت وحلاوة التوت. توت جميل. حلو جدا. دي بيقولوا عليها فواكه مجففه تقريبا. لا المجففه اللي ناشفه. دي مش أوكي. مجففه. دي مش مجففه. حلوه. تمام. سلام احلاها. عملت لها كده ديكور فظيع. ديكور جميل. ودي كمان حلوه قوي. كسرتوها. حلو حلو. اخر حاجه دي الرشه. يا سلام حلو قوي الكلام ده. خلصنا الحلقة وان شاء الله يعجبكم وبالعافية عليكم. حلو قوي. تسلم ايدك. احنا كده خلصنا الحلو بتاعنا النهاردة. هنطلع لشوية نصايح وهنرجع لكم نقول لكم عملنا ايه النهاردة. للتخفيف من ملوحة الطعام إذا كان الطعام مالح وهو مازال على النار فيمكنك تقشير بصلة أو بطاطس وتقطيعها مكعبات كبيرة وغرسها في القدر وعند التقديم تختفي فهما يمتصان الملح الزائد. خصصي سكين خاص للبصل حيث أن البصل هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف حدة السكين أو تلفها. لا تغسلي سكاكين مطبخك بالمنظفات العادية بل استخدمي الماء الدافئ مع بيكربونات الصودا. رجعنا لكم بعد ما قدمنا لكم شوية النصايح الحلوين دول وهنفكركم النهاردة عملنا ايه بقى طول اليوم. قولي لنا بقى عملنا ايه. عملنا الشربة الحلوة شربة الجشوش. وعملنا الجنم مع السلطة والسحاوق وعملنا تشيز كيك. حلو جدا.
دي كانت حلقتنا النهاردة، كانت صنعناها، بنوجه لهم كل التحية ولكل أهلنا في اليمن وفي كل الدول العربية. استنونا في حلقات جاية كتير.